يا دوب باب الفتنة يا دوب الله تجمعنا يا دوب الله تجمعنا يا دوب باب الفتنة يا دوب باب الفتنة ما تقدرش تفرقنا ما تقدرش تفرقنا. السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل أينما كنتم، حياكم الله. الزول في اللون، نحن اليوم الجمعة 21 جوان يونيو 2019، وهذا حديثي إليكم مباشر على اليوتيوب وعلى صفحتي الفيسبوك. حي الله أحرار البلاد في كل مكان، حي الله العرب، حي الله الأمازيغ، حي الله كل أشراف البلاد أينما كانوا. كان يوم عظيم، كانت شعارات قوية، كانت صفعة شديدة للجماعة التي تريد أن تفرق الوطن، للجماعة التي راهي للأسف وبكل ألم عندما استولت الآن على السلطة كلها خرجت وكشرت عن نيابها، بدل من أن تجمع الجزائريين فإذا بهم وعن طريق كبيرهم كبير الجنرالات قايد صالح يريدون أن يستعملوا نفس الطريقة اللي استعملها الاستعمار. اليوم كانت هناك مشاهد، برغم كانت هناك مشاهد من أروع ما يكون في كل مدن الجزائر، برغم كانت هناك أيضا في المقابل مشاهد بائسة وبائسة جدا ذكرتنا في أيام الاستعمار. كانت لفوي، كانت الكونفيسكاسيون تاع الإعلام، كان التفتيش تاع الناس، كان يعني صور من صور نتاع عسكر فرنسا وبوليس فرنسا قبل 60 سنة، أيام كانوا يواجهوا في الأحرار في الثوار، الإرهابيين كما كانوا يسموهم، الفلاقة كما كانوا يسموهم. كانت هناك مظاهر تاع أخوة غير مسبوقة. شكرا لك يا جاهل يا قايد صالح، أقول لك يا جاهل لأنك باختصار بسيط لا تدرك ولا تعرف، وقد آلت الأمور إليك، أصبحت أنت الحاكم، ما تعرفش حتى تسير بكل أسف بلدية أو كازيرنا، فإذا بك الآن أصبحت أنت اللي تفتي، أنت اللي أصبح القانون. إذن كانت هناك مظاهر، غلقوا على الناس دخول العاصمة، الناس كانت غاضبة جدا، كل الطرقات نحو العاصمة كانت مضيقة، يعني مخلوا وين كان المفروض 3-4 طرقات يخلوا طريق واحد، يفتشوا الناس وكأنهم يبحثوا على قنابل، وكأنهم يبحثوا على لصوص، وكانهم يبحثوا على جواسيس ومش أبناء الشعب. وفي الغالب كانوا باش ينزعوا العلم الثقافي الأمازيغي، وفي حالات معينة نزعوا العلم الوطني، العلم الوطني، العلم الجزائري نحو الناس، مش فقط العلم الأمازيغي، الثقافي باش نكونوا متأكدين دائما، لأن بعض الناس راهي تحب تخلط. كثير من الناس هو في الغالب ذباب يعني، واحيانا بعض الناس انا اتفهم، يعني كاين بعض الناس اللي متخوفين يعتبروا وكان العلم الامازيغي الثقافي هذا هو بديل، وخاوتنا القبائل راهم قالوها 70,000 مرة، والناس كل تحدث قالوها 70,000 مرة، هذا العلم هو علم ثقافي، هذا علم ثقافي، هذا ليس علم سيادي، هذا ليس علم بمعنى انه لومبليم ناسيونال، لا، هذا يمثل ثقافة معينة، هوية معينة. خوتنا وأرادوا أن يبرزوا هويتهم، ثقافتهم، موروثهم، هذا زيادة فينا مش نقصان. لماذا ننظر له على أساس أنه إقصاء، على أساس أنه نيجاسيون، على أساس أنه إكسكليزيون؟ علاش نشوفوا له بهذه الطريقة؟ خلونا ننظروا بشكل إيجابي، نشوفوا الكاس النص المعمر، ما نشوفش النص الفارغ. إذن تصرفات الجهلاء قايد صالح ومن يحيط به، حتى ولو كان ربما البعض منهم يحمل كما يزعمون شهادة الدكتوراه، كانت اليوم في صالح الشعب الجزائري. هذا التحدي، الناس ما تحبش الحقرة، الجزائريين ما يحبوش الحقرة، ولذلك كانت اليوم كل أحرار الجزائر كانوا أمازيغ، كل أحرار الجزائر، أقول أحرار الجزائر لأن يعني كاين البعض من الجزائريين يقدروا يكونوا مع الشيطان وما يكونوش مع الشعب، يكونوا مع الحاكم الفاسد المجرم القاتل وما يكونوش مع الشعب. إذا أنا أتحدث عن الأحرار، وغدوة إذا لزم الأمر كل أحرار الجزائر يكونوا عرب، غدوة إذا كان هناك عنصرية ضد العرب كل أحرار الجزائر عربهم أمازيغهم يكونوا عرب. إذن اليوم كنا كلنا أمازيغ، وكانت رفعت الشعارات عربي قبيلي شاوي تارقي كلنا إخوة، مزابي كلنا إخوة، بل بالعكس اليوم رفعت شعارات لم ترفع من قبل في وجه القايد صالح. اليوم الناس بشرت القايد صالح بالحراش، يا من عاش يا من عاش قايد صالح في الحراش.
هاكم وين وصلتوا رواحكم بكل أسف. أنا اليوم بطبيعة الحال الحمد لله المورال في أعلى صوره، معنويات عالية جدا بالرغم أني مصاب بثلاثية، يعني عندي البولن اللي هي فيفر، وعندي الكولد ضربني الريح، وعندي السعلة يعني نتيجة الأمطار اللي كانت سقطت علينا في ليون وأشياء أخرى. مع ذلك الحمد لله بدون نوم وبدون تقريبا حتى أكل طبيعي يعني، أو لكن الحمد لله أشعر بمعنويات عالية جدا جدا، لأن اليوم هذه الجمعة كانت من أكثر الجمعات، ربما هذه هي ثاني أكبر جمعة بعد جمعة 15 مارس. الملايين بالمناسبة الإعلام، ما يسمى بالإعلام سواء القنوات أو الجرائد أو حتى بعض الويب سايت الإلكترونيك يعني طفين الضوء، قليل اللي جايب شوية خبر هنا خبر لهيه، أو جايبين ثلاث دقائق أربع دقائق في أخبارهم، وكان هذه الأحداث تحدث في فيتنام أو تحدث في واغادوغو أو تحدث في بوركينا فاسو يعني، وليس في الجزائر. شتو القنوات نتاعهم، شتو الإعلام نتاعهم. بكل أسف وألم ما عندناش إعلام، عندنا سرابسية، عندنا يتلقاو الأوامر من عند السرابسية وينفذوا، ما عندناش. ربما كاين صحفيين أحرار بصح ما كان لا قنوات حرة ولا جرائد حرة على استثناءات قليلة. نعم كاين واحد ثلاثة ولا أربع جرائد الآن في هذا الوضع، واستثناء أنا راهي تحاول تقدم ما تستطيع يعني، باش نكونوا أيضا منصفين مع الجميع حتى حينما لا يكونهم منصفين. إذا كان يوم عظيم، كان يوم عظيم، وزادوا الجزائريين الأحرار، لم ينسوا مصر ولم ينسوا الرئيس الشهيد، لم ينسوا مرسي الذي قتل سجينا عند الطاغية، الذي أول رئيس مدني مصري ينتخبه المصريون يعتقله الجنرالات، وعلى رأسهم السيسي اللي اليوم راهو ماهوش إلا أكثر من عميل صغير، صبي بوي عند طفل عند أمراء السعودية والإمارات. صلت الناس على الشهيد بإذن الله مرسي، ورفعت شعارات تلعن السيسي ومن معه. كانت قوية شعارات السيسي، أثرت فيها كثير أيضا صراحة يعني اليوم شعرت. ولذلك أنا بديت بهذه الأناشيد اللي ترفع المعنويات، واللي تقول بلي أن الشعب الجزائري شعب حي بكل ما تعنيه الكلمة، شعب حي. كانوا حبوا يقتلوه بكل الطرق، بالدعايات بالأكاذيب، ما زال. هل يعقل يا جنرالات البلاد، هل يعقل تتصرفوا كما كانت تصرف فرنسا؟ تولوا انتوما فرق تسد، تولوا انتوما ديفيزي بوريني، تولوا انتوما هتتصرفوا هاك لي فوي ولي كونفيسكاسيون تاع الاعلام، وضرب الناس، ضربوا في لا غروند بوست، ضربوا الناس ونحاولهم، وتشوف وكاين ناس كبار مساكن طاحوا في الارض، في تيبازا، في باتنا، في عده اماكن تعرضوا للناس. انتم راكم الان كيفاش سيكتب عنكم التاريخ؟ هاي جايتكم فرصه من ذهب باش تمسحوا العار نتاع كبرانه فرنسا اللي ورطوا الجيش في ذبح شعبه، العار تاع 92 فما فوق، شيطنتوا الاسلاميين في التسعينات، واليوم تريدوا شيطنه القبائل في 2019. وإن كان هذا باش نكونوا منصفين مرة أخرى، وباش نذكر إخواني أنا عربي وتجري في دماء أمازيغية وأنا سعيد بذلك، لكن لازم دائما نقفوا، لأنه تشعر وكأن البعض يقول لك كيفاش وهذوك العنصرية. دائما كاين ناس عنصريين في كل جهة، كاين ناس عنصريين. القضية هي الأغلبية العظمى، أغلبية العظمى تاع القبائل أشراف أحرار وطنيين مخلصين دافعوا عن البلاد منذ آلاف السنين، مثل أن الأغلبية العظمى من العرب أو من الشاوية أو من بني مزاب أو من توارق أحرار أشراف دافعوا عن البلاد دائما، هذه هي الحقيقة. لكن كون هناك جزء صغير، هذا في مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه المنافقين وكان فيه المشركين وكان فيه المخادعين في هذاك المجتمع، وهو أفضل المجتمعات. إذن هل هناك عناصر عنصرية عند القبائل؟ كاين. هل هناك عناصر عنصرية عند العرب؟ كاين. هل هناك عناصر عنصرية عند الشوية؟ كاين. لكن هذا استثناء، والاستثناء لا يقاس عليه كما يقول العلماء. الاستثناء كما يقول القانونيين أو العلماء، الشاذ لا يقاس عليه.
هذه الحقيقة. اليوم كان يوم الوحدة الوطنية، هذه جمعة الوحدة الوطنية. هذه الجمعة إخوانكم القبائل يا إخواني، إخوانكم القبائل شعروا بأنهم بالفعل بالفعل أن إخوانهم في كل مكان شعروا أنهم فخر لهم، شعروا أنهم سيتين فيرتي بأتمت عن الكلمة، بأتمت عن الكلمة شعروا اليوم. ولذلك تقزم العنصريين اليوم حتى عند القبائل، تقزموا جدا العنصريين والانفصاليين. لماذا؟ لأنه كي يشوف في الجلفة قلب ولادنا، قلب العروبة، الناس رفعت كلنا قبائل وبركاونا من الفتنة، القبائل خاوتنا كما رفعت في باتنا، كما رفعت في تلمسان، كما رفعت في 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 ورقلة، كما رفعت في الأغواط، كما رفعت في بشار، في كل مكان القبائل خاوتنا، بركاونا من الفتنة، بركاونا من الفتنة. جزائريين اليوم انتفضوا وكانهم رجل واحد. هل بينتنا خلافات سياسية؟ كتب لي واحد قال لي يوما ما ستشوف وش يصرى لكم مع هؤلاء. نحن لسنا أغبياء، نحن لسنا درويش. نعم الجزائريين بيناتهم خلافات سياسية، بيناتهم خلافات إيديولوجية، متعددي اللغة، لكن هل هذا ثراء أم هو عداء؟ لماذا نخلق من الثراء نخلق منه عداء؟ لماذا نخلق من الاختلاف خلاف؟ لماذا؟ أما الخلاف السياسي والإيديولوجي هذا طبيعي، البشر لا يتساوون، الناس في بيت واحد لهم آراء مختلفة. والجزائر ليست مقسمة بسبب عنصري أو لغوي، كاين في الإسلام في القبائل الإسلاميين، وكاين في القبائل العلمانيين، وكاين في القبائل الوطنيين، والعكس صحيح، عند العرب وعند الشاوية وعند النمزاب وعند التوارك. ليس هناك إيديولوجيا لها عنصر، ليس هناك قبيلة تريبي أو منطق قبلي أو منطق عنصري. حتى النظام هذا كما شفتوه كثير من المرات، كانوا بعض الناس يجادلونني يقول لك القبائل مسيطرين على البلاد. خلونا دائما نحب نتكلم بصراحة وبشفافية باش الناس تعرف أننا منفتحين على كل شيء. نقول لهم كيفاش، أعطوني فكرة كيفاش. يقول لك ويحيى قبائلي سلال، كانوا ما يعرفوش سلال، أنا اللي قلت لهم باللي سلال قبائلي من قبيل قسنطينة، وبعض الناس يعرفوا بطبيعة الحال، لكن الأغلبية كانت ما تعرفش أن سلال قبائلي. ويحيى قبائلي، حداد قبائلي، تحكوت قبائلي، هذا قبائلي هذا قبائلي. طيب توفيق قبائلي. طيب تنسى أن طرطاق عربي، تنسى أن نزار المجرم شاوي، تنسى أن بوتفليقة عربي. إذا النظام موش مقسم عنصريا، هم اجتمعوا علينا كلصوص وحبوا يفرقونا احنا كأحرار. لكن اليوم كان مختلف، كان مختلف بكل ما تعنيه الكلمة. صراحة هو فخر لنا أن نقول أننا جزائريين، فخر لنا. هم قطعوا اليوتيوب كالعادة، ما يقدروش يتحملوا وجهة نظر رأي، ويحبون نصدقوهم باللي رايحين يخلوا الشعب الجزائري يختار رئيسه. ما قدروش يتحملوا، خلينا نذكركم بها دائما، ما قدروش يتحملوا أن الأساتذة في كلية العلوم السياسية يختاروا عميد مدير الكلية منهم، فأطاحوا به أخونا سفيان صخري ويقول لك صدقونا احنا راح ندير لكم انتخابات رئاسية. ما يقدروش يتحملوا أن كانوا الخاوة هنا ذلك في اليوتيوب، كانوا حوالي قريب 9000، يعني 8500 تقريبا، ها هم قطعوا اليوتيوب، ها ورجع اليوتيوب. ما يقدروش يتحملوا أن علي بالحاج راح يصلي في الجمعة بدون قانون. اليوم هذا المنع، لما قال قايد صالح يوم الأربعاء الماضية أن الراية الوطنية وهناك اختراق، يعني هو يحدث عن اختراق الحراك وكأنه هو مع الحراك، وكأنه هو مع هذه الانتفاضة، مع هذه الثورة ضد اللصوص والعصابات اللي هو جزء منها، ظل جزء منها على الأقل 27 سنة، ومن 94 يعني 25 سنة خذا مناصب عليا في الجيش من 94 وهو قائد القوات البرية ثم قائد الأركان ثم نائب وزير الدفاع وقائد الأركان، معناها أعلى رتب في الجيش، واليوم راه الحاكم الفعلي. القائد صالح قال لك راهم يخترقوا المسيرات إلى انفلتر هذا الحراك. طيب انت سميته مؤامرة، انت قلت عليهم مغرر بهم ومحرضين، دائما نذكرك بها. واحد السفهاء اللي يتكلم باسمك ويحب يظهر وكأنه زعيم
وهو لا شيء. قال جواري وغلمان، قال جواري وغلمان الشعب الجزائري. إذن هذا المنطق يجب أن يتوقف. في قول أرواحكم، كيفاش تغلقوا العاصمة اليوم على الناس ودرجة الحرارة كم كان سخونة والناس ده جاية وكل بيت برا واللي معتقلين الشباب؟ حركة رشاد اعتقلوا لها عشرات ربما أو عدد، مش عارف العدد بالذات، لكن كثير من خاوتنا اعتقلوهم. لماذا؟ لأنهم يطالبوا بدولة مدنية. الجزائريين كل الأحرار يطالبوا بدولة مدنية. ماكم مش تسمعوا؟ تحكموا تليفونات وتنحوا الناس، تمحوا لهم فيديوهات، تحبوا تنحوا لهم الأعلام، وصلتوا أنكم نحيتوا الأعلام الأعلام الوطنية للناس، تفركتوا نساء ورجال اللي ساكت عن نساء، وخاصة النساء عندهم أمور خاصة وخصوصية تروحوا تفتحوا لهم بدون حق. من أعطاكم هذا القانون؟ ما فيش قانون يمنع رفع الرايات، ما فيش، ما فيش قانون يقول باللي لا ترفع أي راية إلا الراية الوطني، ما فيش، لأنكم أنتم أول من يرفع رايات دول أخرى. مش رفعتوا رايات على الفرنسيس وعطيتوها للجزائريين وخرجتوا الناس بالساندويتش تاع الكاشير ونتاع الفرماج، خرجتوا آلاف من أعمالهم ومن إداراتهم، ولبستوا حتى بعض البوليسية الحايك والعجار باش تستقبلوا هولاند وماكرون، ومن قبل ساركوزي وشيراك. الأعلام الفرنسية تفرحوا بها، العلم الفرنسي اللي كان يذبح تذبح به الجزائر، وعلم ثقافي، علم ثقافي، الناس قالوا هذا ليس علم سيادي، هذا ماهوش العلم، هذا موش لومبليم ناسيونال ولا الدرابو ناسيونال، الدرابو ناسيونال بيتو ماهوش العلم الوطني، هذا علم ثقافي، هذا إضافة لنا. ليس هناك قانون يمنع. قايد صالح، أنت أصبحت مش فقط قائد الجيش وقائد البلاد وقائد الجمهورية وقائد الدولة، وتعطي تعليماتك لما يسمى برئيس الحكومة وما يسمى برئيس الدولة اللي راه في حالة مرضية سيئة للغاية، وتعطي تعليماتك للقضاء، وتعطي تعليماتك للكازرنات وللجنود وللجنرالات، أصبحت أنت القانون. لو غدوة يحاكموك الناس فقط على شيء واحد، هو أنك تدير أنت راك تغتصب في السلطة، هذا اغتصاب للسلطة. حي الله حرار البلاد في كل مكان، حي الله حرار القبائل، الشرفاء المخلصين لهذه البلاد. لا أحد من حقه أن يشكك في أي جزائري إلا إذا ثبت عليه حقيقة أنه خائن أو فاسد أو سارق. زملائك، أصدقائك اللي كنت تجمع معاهم وتتلاقى معاهم وتحطهم معاك في اللقاءات وتروح تحضر لهم، هما اللي راهم في السجون. السعيد اللي كان يعطيك احيانا التعليمات هو اللي راه في السجن بإرادتك انت، انت اللي اتهمته، مش احنا، احنا كنا عارفين وعارفين ان كلها عصابات، انت اللي قلت هؤلاء عصابات وراك سجنهم الان. تروح تحقر الناس، وصلوا في اماكن معينه وينضربوا الناس. اخواني الشرطه، انتم الحمد لله اغلبيتكم راهم يتصرفوا تصرف معقول، لكن هذوك الرومبوات تكلموا معاهم. الأسر اللي عندهم في الشرطة بعض الناس اللي يحبوا يلعبوها رومبوات تكلموا معاهم. الزوجات، الأبناء، الآباء تكلموا مع بعض الرومبوات تاع الشرطة. شفت أنا مناظر مؤلمة جدا، ما حبيتش نحطها ولا نقاسمها، لأن ما حبيتش نكسر الفرحة تاع الجزائريين. حتى في باتنا بعثين بعض الناس، يا القايد صالح، يا وكان القايد صالح، انت راك تقول راك جنرال وراك في الخطيك وما لا تريد السلطة، لماذا الناس ترفع اسمك؟ بعث 10 من الناس فيهم بعض أقاربك ويضربوا الناس بالسكين في 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 باتنا. حي الله حرار الشوية في باتنا، حياهم الله لأنهم رفعوا العلم. العلم هذا الناس ما كانش تهتم به ما عدا منطقة القبائل خاصة. الآن كل جزائري سيعتبره أنه جزء منه، لأن الجزائري يدافع المظلوم، يدافع المحقور. القبائل خاوتنا، ما همش عدياننا. القبائل جزء لا يتجزأ من هذا الشعب. الحمد لله أن اللي كنتوا تتهموهم بأنهم أيادي خارجية وأنهم عملاء للخارج، وأن هم اللي الآن يدافعوا عن الوحدة الوطنية. ولي شرف أني واحد منهم، شرف عظيم أفتخر. كانوا بعض إخواننا القبائل يتهموني أنا شخصيا،
نتاع الاسلاميين، نتاع العروبيين، بعثي الى اخره. كنت عارف اللي راهم على خطا، لكن البروباغندا، البروباغندا وصلت مره جريده الوطن الى كتبت لو ديبلومات دي جيا. لكن هاي ثبتت الايام، من هم المخلصين للوطن ومن هم اللي يريدوا وحده الوطن كما دافعت على الاسلاميين وانا لست من الاسلاميين، ودافع على القبائل وانا لست قبيلي وان كانت تجري في دماء قبيليه، جدتي لامي قبيليه. انا ادافع عن المظلوم، فما بالك ان يكون خويا في الوطن او خويا في العقيده او خويا في اللغه او خويا في 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 في, في الانسانيه. اذا نحن نقف وقف اليوم كلنا امازيغ، كل احرار الجزائر كانوا اليوم امازيغ، فحي احرار الامازيغ في كل مكان. هل هناك كما قلت عنصريين؟ كاينين، لكن الحمد لله يقلون الان، خاصه وهم يشوفوا اخوانهم. من كان يصدق؟ كانوا بعض السفهاء ومعهم سفيهة ذهبوا إلى الجلفة باش يحرضوا لدنيل على القبائل، فكان الرد قبل حوالي شهر ونص كان رد قوي، صفعة كبيرة. اليوم لا تقل الصفعة اللي رفعوها أولاد نايل لقايد صالح والشعارات اللي رفعت في الجلفة مثل تلك الصفعة لذلك السفهاء. قايد صالح واللي تتعلم من عند السفيهة انتع وش يسموها هي والذباب، بدل ما أن تبنوا الوحدة تبنوا قوة البلاد، خاصة أن العالم في قلق، صراعات الدول الكبرى، صراعات الإقليمية، الدول الكبرى تريد أن تسيطر على هذه المنطقة كلها، منطقتنا ودولنا وبلداننا اللي يحكموها خونة وجواسيس. بدل ما أنتم جاتكم الفرصة باش تبنوا الوحدة الوطنية، انتم تولوا تكسروا فيها، عار عليكم، سيكتب التاريخ يوما أنكم كنتم بحق خونة حتى للوحدة الوطنية، خونة حتى للوحدة الوطنية، خونة. شوفوا كل اللي فاتوا كانوا مجرمين بما فيهم كبرانة فرنسا، لكن عمرهم لما جاءوا يحاربوا في الإسلاميين قالوا عليهم إرهابيين، لما يعني كسروا الناس وكسروا الجزائريين، لكن ماهوش بخطاب علني، لانهم هما كانوا يقولوا لا احنا ما عندناش مشكله مع الاسلام، احنا ما عندناش مشكله مع الاسلاميين المعتدلين. اذا حشروا الناس في زوايا معينه، لكن انتم اليوم حابين تكسروا البلاد في اغلى ما تملك وهي وحده الشعب. نحن شعب واحد وإن اختلفت ألسنتنا، نحن شعب واحد وإن اختلفت ألواننا، نحن شعب واحد وإن اختلفت أشكالنا، نحن شعب واحد. تاريخ انت آلاف السنين ثم ضمت له. لماذا طارق بن زياد وهو أمازيغي يتبنى الإسلام، ومش فقط يتبناه ويقود فتوحات في الأندلس؟ لماذا؟ وكان معاه العرب وكان معاه الأمازيغ، لماذا؟ لأن الناس سهرت وفهمت أننا شعب واحد منذ 14 قرن تقريبا. هذا لا يعني أن الأمازيغ استقبلوا المسلمين الفاتحين بالورود، لا، لم يستقبلهم بذلك، لأنهم كانوا تعودوا على الغزاة فظنوهم غزاة، لكن حينما اكتشفوا أنهم ليسوا غزاة، في الغالب أنا لا أدخل هنا في درس في التاريخ، طبعا كان كثير من الكلام هذا وكثير من النقاشات قد تحدث حوله، لكن إجمالا تبنوا الإسلام وكانوا هم رافعي لواء الإسلام ورافعي لواء اللغة العربية، لأنهم اعتبروها لغة الإسلام. من كتب الأجرمية؟ وهناك ألف وألف وألف عالم أمازيغي ساهموا في بناء حضارة المسلمين، لأنهم جزء لا يتجزأ منها، لأنهم جزء لا يتجزأ منها، لكن الحضارة منفتحة، ومن تعلم لغة قوم كان له مزيد من العلم، كان له مزيد من النوافذ على العالم. يقول عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الاختلاف في الألسنة، الاختلاف في الألوان، هذه آية من آيات الله.
لماذا نجعلها نقمة؟ هذه نعمة، هذا ثراء. حي الله أحرار البلاد في كل مكان، وحي الله أحرار الجيش لأن فيه أحرار، وحي الله أحرار الشرطة وحرار الدرك وحرار المخابرات لأن فيهم أحرار. لكن هناك طبقة بائسة سيئة لا يمكن أن تصفها إلا بأنها خائنة. فتحتم الأجواء للطائرات الفرنسية باش تقتل الماليين، والأعلام فيها الأعلام الفرنسية، ما غاضكمش العلم الفرنسي آنذاك، ما شفتوش. فتحتم الأجواء لطائرات CIA تتجسس على الجزائر، والوثائق موجودة، ما شفتوش العلم الأمريكي على طائرة التجسس، لكن تشوفوا علم ثقافي لإخوتنا اللي بالعكس هم أحرص الناس على الوحدة الوطنية وأحرص الناس على بناء الجزائر المستقلة. شوف يا قايد صالح ويا من معاه من كمشة الجنرالات، اليوم إلا تتعلموا راكم خذيتوا درس، إذا كان مازال لديكم عقول. واللي راه يطبع في القايد صالح على راسه لازم يتوقف، لأنه باختصار بسيط الناس عمرهم ولا رفعوا قايد صالح في الحراش، يا من عاش قايد صالح في الحراش ما رفعوش. الناس عمرهم الجزائريين عمرهم لا رفعوا قبل اليوم القبائل خاوتنا والقايد صالح عدونا، ما كانوش يقولوا عليه عدونا، ما كانوش يقولوا عليه قايد صالح عدونا، كانوا يقولوا عليه ارحل ديجاج 70 شيء، لكن عمر الجزائريين لا قالوا عليه عدونا، اليوم قالوها. وكي نقول القايد صالح راه ممثل لكمشة تاع 20 جنرال. انا هاني نعاود نذكركم، شوفوا يا قايدي ويا زراد ويا بالقصير ويا ابو عزة ويا شنقريحة ويا القائمة كلها، انتم راكم تلعبوا. اليوم كنت رايح نضع صورة نتاع البشير لكن ما قدرتش، كانت مهينة جدا، ربما سنضعها نهار واحد اخر لما يعودش فيه التركيز كثير. كانت مهينة جدا، ما قدرتش نشوف البشير نتاع السودان في تلك الصورة تاع الإهانة، وهو مطقطق رأسه ولابسين الملبسين وتريكوت بو، وواحد هكذا متصور قدامه وحاطه وكأنه حيوان أمامه. هذا البشير حكم 30 سنة السودان، هذا البشير كانت السودان وجنرالات وهما عندهم طبعا نجوم السماء قاع طاحت على السودانيين والمصريين. الفريق اللي مانيش عارف الجنرال، لكن الآن في وضع بائس، لا نريد لكم هذا الوضع. لكن إذا مشيتوا في هذا الطريق صدقوني إذا دخلتوا للحراش ستكونوا محظوظين. إذا دخلتوا للحراش أو التريبينال ميليتار تاع البليدة أو تاع قسنطينة أو تاع وهران ستكونوا محظوظين. أخشى ما أخشاه الله خليني ما نقولكمش، راكم عارفين. خلونا نبقاو بريتم إيجابي. إذن كان يوم عظيم بما فيها الصفعة اللي وجهت للسيسي وشعارات اللي رفعت. شعب الجزائري هذا شوف أو مرسي، يعني يقدر واحد يقول والله هذو مصريين وبعاد علينا وخلاص وحنا عندنا همومنا إلى آخره، لكن لا، جزائريين كانوا يتعاطفوا، وأنا عشتها في بداية عمري 8 سنين 9 سنين مع الفيتنام، مع أنغولا، مع جنوب إفريقيا، مع كل شعب مستعمر ومحتل سواء من الطغيان أو من الاستعمار المباشر أو غير المباشر، الجزائريين معاه. طبعا تحدث مرة أخرى عن الأحرار، ما نتحدث على الاستثناءات البائسة، فما بالك أنكم تهاجموا القبائل بهذه الطريقة. بعض الناس قالوا لا ما كانش يقصد العلم. طيب لماذا اليوم إذن كان ينحو الناس في العلم الأمازيغي؟ هذا ليس علم الماك. نعم علم الماك عندكم الحق وأنا معكم فيه، هناك علم واحد وطني، هناك علم واحد سيادي، هناك علم واحد يمثل الجزائريين كل الجزائريين، لكن العلم الثقافي هذا ليس معادي، هذا إضافة، هذا إثراء. مرة أخرى نقولها لكم. الحمد لله إخوان القبائل شافوا اليوم بأن العلم الخاص بثقافتهم رفع في كل أنحاء الجزائر تقريبا بلا استثناء. حي الله أحرار أولاد نايل، أخوان الأولاد حياكم الله، مرة أخرى شرفتونا بهذا الموقف.
لأن هذه المواقف سواء في الجلفة أو في بوسعادة أو في المسيلة أو في الأغواط أو في باتنا أو في قسنطينة أو في وهران، في قسنطينة كانت هناك أناشيد رائعة، ذكر القايد صالح بأن القبائل خاوتنا، في وهران نفس الشيء، في بلعباس نفس الشيء، في غليزان نفس الشيء، في تلمسان نفس الشيء، في تمرس نفس الشيء، عين صالح نفس الشيء، أينما كان الأحرار، والحمد لله البلاد من اللي قبل الأحرار ذكرتكم. طيب أنا لو جيت مكانكم، والحمد لله أني منيش مكانكم وما لازمش نكون مكانكم، نستفيد من هذا الدرس. الوقت ينفذ، time is running على قول الإنجليز، ما بقاش الوقت، ما تبقاوش تتلاعبوا، هاو بالكم اليوم باللي ما تقدروش تكسروا الجزائريين، راكم تعتقلوا في بعض الناس، راكم تضيقوا على بعض الناس، راكم خذيتوا صفحات الفيسبوك على أغلبية الناس، راكم تغلقوا الصفحات. صفحتي الآن 80% من الجزائريين ما يشوفوهاش، الناس مش تقدر تشوف صفحتي، وكثير من الناس هذا اللايف ما يشوفوش الآن. راكم تضيقوا في الانترنت أيضا، اليوم كانت الانترنت ضعيفة في أكثر الأماكن، هذه مضيع الوقت. الشعب الجزائري خرج ولن يعود إلا بحريته وكرامته، الشعب الجزائري لا يطلب القمر ولا الشمس، الشعب الجزائري راه يطلب فقط أن يكون حر في وطنه، أن يكون حر في وطنه، أن يأكل من مال بلده، أن لا يبقى تاع رداءة ونتاع مستشفيات رديئة ومدارس رديئة وطرقات رديئة. اليوم الناس في أم البواقي وتحت أمطار وقفوا وقفة أحرار مع إخوانهم القبائل، ولكن أيضا مع مصر والمستضعفة اليوم، وصلوا تحت الأمطار، أعتقد أنها أم البواقي، صلوا تحت الأمطار صلاة الغائب كما صلوا الناس في البوليدة وصلوا في قسنطينة وصلوا في غليزان، هاهم جزائريين، هذا شرف لنا. بالمناسبة إخواني الجزائريين اللي راكم رايحين للقاهرة أو لمصر عموما، كلما تجدون فرصة خاصة الأهازيج داخل الملاعب، أرفعوا أهازيجكم الأهازيج الجزائرية وشجعوا إخوانكم المصريين، إخواني الجزائريين في كل مكان، وقفوا مع السودانيين، وقفوا مع المصريين، وقفوا مع كل مستضعفين، مع الفلسطينيين، مع كل مستضعف، لأنهم كلهم إخوتنا. اللي مش خونا في الدين خونا في اللغة، واللي مش خونا في اللغة خونا في الإنسانية وفي البشرية. هذا اليوم ستقل فيه العنصرية إذا كانت موجودة في هذه المدينة أو تلك عند بعض الناس، أقول بعض الناس، قلة من الناس. هذا اليوم سيكتب التاريخ أنه وحد الجزائريين في الوقت اللي كانوا حكام البلاد اللي استولوا على السلطة بدون حق يريدوا تفريقها، وكانوا يظنوا أنهم يستطيعوا. بعد الصلاة قدروا ينحوا بعض الأعلام، قبل الصلاة، قبل الزوج، خاصة في العاصمة وفي تيبازا، لكن بعد الصلاة لم يستطيعوا فعل ذلك. ملايين التحقوا بإخوانهم لم يستطيعوا فعل ذلك. حي الله أحرار بلاد في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله إخواني أينما كنتم.